السؤال اللي برضه نفسي حضرتك ترد عليا، لو انا خادمه والخدمه تعارضت مع طلبات البيت بتاعي، مين ياخد الاولويه؟ لانه في مدرسه بتقول اهتم ببيتي وانا اهتم ببيتك، يعني الله بيقول لنا لو اهتميت ببيتي انا ههتم ببيتك، في مدرسه تانية تقول لا بيتك هو اللي ياخد الاولويه، فعايزه اعرف راي حضرتك. واخر حاجه بقولها انه يمكن كل الانباء والنيوز قالت على القنبله اللي حصلت في مانشستر امبارح، فالناس اللي بتقول مش مهم لسه المجيء لسه بدري ومش مهتمه بالوقت، الناس دي يعني بجد في غيبوبه، لان الموت بيجي في اي لحظه، فكن مستعدا والرب يباركك يا سيف نزار. ويباركك أيضا. بالنسبة للخدمة بتتعارض مع البيت، البيت جزء مهم كبير في حياتنا، لكن كل إشي بيتطلب الدافع الصحيح والغرض السليم في أي إشي بنعمله. الله بيعطينا بيوت وبيعطينا عائلات مش على أساس نهملها، على أساس تكون جزء من الاهتمام، لأنه فعلا اللي ما بيعرف يهتم في البيت بتاعه كيف بده يهتم بخدمة الرب. طبعا في يعني هذا الجواب ما فيش جواب أنه يكون كامل شامل لكل الأسئلة اللي ذكرتيها يا أخت نهال بموضوع الخدمة، ولا هي موضوع تفسير. في دعوة، الله بيدعو ناس في خدمات متميزة، في خدمات معينة بتتطلب مثلا فول تايم كل الوقت ان يكونوا في هذه الخدمة. كل انسان بيخدم حتى في بيته، احنا مسؤوليتنا انه اولادنا وبيوتنا كمان يطلعوا يحبوا الرب، كما قال النبي في العهد القديم: اما انا وبيتي فنعبد الرب. اذا انا بدي اربح كل الدنيا وبيتي بعيد عن الرب فأنا أعتبر إنسان فاشل. طبعا أقول هذا مش يعني بتحفظ، لأنه إحنا بنطلع على الوقت الزمني، لكن في مخطط الله أولادنا وبناتنا اللي إحنا بنصلي من أجلهم وبذرة الإيمان اللي انزرعت في قلوبهم، حتى لو انحرفوا مع الزمن الرب كفيل أنه يرجعهم ويرجعهم إلى الحظيرة.